والمفاجأة الكبيرة هو عيني هام يعني مخلوعين عينيها ما كاينينش بلاصتهم. السلام عليكم ودائما مع عشاق القصص الواقعية وقصص بخوية الحب وقصص الحب قصص متعددة وكثيرة وكيف قال المثل المغربي كلها وحبوا على شطاح وكاين فينا شحال من واحد سمع ولا شاف ولا عاش قصة حب وشحال من قصة كانت نهايتها سعيدة وشحال من قصة كانت نهايتها حزينة ومؤلمة بحال قصتنا اليوم للإنسان كيف قد عينه وحياته بسبب الحب فلهذا إذا كنت من عشاق القصص الواقعية ما تنسى الاشتراك واحد لايك ولا ديسلايك واحد تعليق ولا نقد مقبول منك نبدأ قصتنا قصتنا اليوم حول واحد فتاة مراهقة كتعلق بحب شخص السن ديالو كيكبرها ثلاثة الأضعاف على سنها ولكن وراء هذه العلاقة كتوقع حوايج ما كانتش لا في البال ولا في الحسبان هذه المراهقة هي كيلي إمبيت من مواليد 1978 بإنجلترا بدأت كمربية أطفال بجانب دراستها وهي في سن 14 ولكن كانت معروفة ما بين أصدقائها بأن كيلي ديك الفتاة يعني النشطة كيلي ديك الفتاة اللي كتبغي تعرف الرجال أكبر منها سنا وهي في سن المراهقة يعني سن 14 يعني مازال طفلة إلى حتى تعرفت على جيمس هاد جيمس يعني رجل مطلق هذه 10 سنوات كيف نقوله بسبب تعنيفه لزوجته هاد الزوجة اللي تعرف عليها وهي في سن 20 سنة يعني كانت يعنفها دائما يوميا لمدة سنتين كتقول في الأول كان الأمر يعني مجرد لمس ودفع إلى حتى تطور الضرب يوميا يعني ولا دايرها بحال شي ساك ديال لونطريما في لما يكون ماشي في حاله كيدور فيها مسكينة وكان حاول خنقها واحد مرة يعني في الحمام البيت يعني في البانيو ديال الحمام ولكن استطعت باش تهرب منه وطلب طلاقها وطلقت منه أما جيمس راح تعرف على فتاة أخرى للسن ديالها 15 سنة وحتى هاد البنت يعني تعرضت واحد المرة للاختناق في حوض المطبخ هاد جيمس يعني من النظرة الأولى عليه كتبين بأنه رجل عادي ماشي يعني شي واحد عنيف وأول ما تعرف على كيلي كان السن ديالو 45 سنة تعرف عليها عند صديقه اللي كانت كيلي يعني كتخدم عندهم كمربية أطفال هذا الصديق ديال جيمس كانت كيلي كتخدم عندهم كمربية أطفال تمك تعرف عليها جيمس ومن أول نظرة يعني كان الحب المتبادل وقعت يعني في حب جيمس اللي كان الفارق ديال السن بيناتهم اللي هو 30 سنة ويعني ما كانش يهمها فارق السن لأنها وقعت في شباك الحب دياله ولكن كيلي ما كانش كتعرف ماضيه العنيف في علاقته العاطفية السابقة وتعمات بحبه وتطورت ولات وتضات العلاقة إلى حتى ولات كيلي كتبات خارج البيت ووالدها كل مرة يعني كتعطل خارج البيت كيضطروا باش يخبروا الشرطة ولكن كيلي كانت ديما كتقول بأنها ملي كتعطل في الخدمة يعني كتبات عند أحد صديقاتها اللي قرابين من البيت اللي كتخدم فيه وهذا كان مقنع للوالدين إلى حتى جا يوم ووقفت كيلي كتهضر مع أمها وكان عمرها وقتها يعني 16 سنة وقالت لأمها بأنها كتعرف واحد الشخص للإسم ديالو ديف هي كتبت في الإسم لأن جيمس كيبين إسم بأنه يعني ديال شخص كبير ما ديف كيبين ديال شاب وقالت بأنه في عمره 32 سنة ودابا راه واقف في الباب وكتطلب من أمها باش تستقبله أول ما دخلته وشافوها وشافوه والديها يعني تصدموا كيفاش بنتهم يعني 16 سنة تعرف واحد يعني شخص تقريبا قد باها وما كانوش موافقين على هذه العلاقة ووصلت القضية للمحكمة السن القانوني هو 16 سنة فما قدراتش المحكمة تدخل وخلوا حكمات بأن كيلي تقدر يعني تتصرف لراسها
لانها فاتت السن القانوني ولا وصلت للسن القانوني اللي هو 16 سنه. يعني عياو ما يشوفوا الوالدين ولكن قروا باش ما يخسروش بنتهم ووافقوا على هذه العلاقه. المهم كيلي تخلت على الدراسه وبقات كمربيه الاطفال يعني في البيوت، وقللت الزيارات لوالديها. وخلال واحد الزياره الام ديالها كتلاحظ كدمات يعني عليها. لما سالتها منين هاد الكدمات قالت لها بانني طحت في الدروج يعني. وهنا بدات الشكوك عند والديها وبالخصوص الام ديالها اللي التجأت لجمعيه حقوق الطفل. ولكن دائما السن القانوني اللي عند كيلي كيوقف حاجز ما تيخليش هاد الجمعيات باش يتدخلوا، لان كيلي وصل السن القانوني يعني ما يقدروش يتدخلوا في حياتها. ودازت الايام وجات الايام، واحد النهار كترجع كيلي يعني بالشنطه ديالها بالحقيبه ديالها للبيت. لما سالوها والديها قالت لهم بانها بغات تجي تجلس معهم شي ايام وترجع. المهم وكذلك كان باين عليها عنف. والديها نصحوها باش تفرق عليهم وترجع تعيش عندهم، ولكن كيلي دائما كانت مصره باش تعطي فرصه لجيمس باش يحسن معاملته تجاهها. ولكن دائما كترجع للدار وعليها اثر العنف، دائما كتخلق شي مبرر يعني ما كاينش باش تتحاول تخبي على جيمس، يعني دائما كتكذب. ودازت الايام وكيلي يعني ما كتزورش والديها. وجا واحد العيد اللي من المفروض كيلي تزور والديها، ولكنها اكتفت بكتب رسالة. ولما الأم استلمت ديك الرسالة شافت يعني الخط اللي فيها ماشي خط بنتها. هنا اضطرت الأم باش تمشي عند بنتها، ونفس المشكل دائما كدمات وجروح. ولما كتسألها ولا كيسألها والديها كتنكر، كتقول لهم يعني ماشي جيمس اللي كيعنفني، راه مره كنطيح مره هكا مره هكا. ودازت الايام وتعطلات كيلي يعني بزيارتها لوالديها. وهنا قررت الام باش ترسل الاخ ديالها باش يطمئن عليها. ملي مشى الاخ ديالها يعني كيطرق الباب، خرج له جيمس وقال له اختك يعني مشات تتسوق وممكن تتعطل. هنا رجع الاخ لعند امه بلا ما يشوف اخته. هنا قررت الام عاوتاني باش تهاتف جيمس وتبغي تسمع صوت بنتها. داك الشيء اللي كان عطاها تتكلم مع بنتها، ولكن بنتها كانت تتكلم يعني بصوت يعني حارصه على تقول شي حاجه. هنا قالت الام بان جيمس واقف حداها كيهددها. المهم دازت الايام عاوتاني وجات الايام، وهنا جيمس كيمشي عند الشرطه باش يبلغ بان الزوجه ديالو كيلي غرقات يعني في حوض الحمام البيت وماتت. مشاو مع الشرطه وهنا كانت المفاجاه، وهو كيلقاو كيلي يعني ملقات على الارض يعني في وضعيه غريبه. والمفاجاه الكبيره هو عينيها يعني مخلوعين، عينيها ما كاينينش بلاصتهم، وكذلك على جسمها يعني حروق وثقوب بالموس بالمقص بالفرشه ديال الاكل. يعني دار فيها حاله مسكينه، كدمات في الجسم كامل كيف قلت، ثقوب وحروق، والراس ديالها حتى هو مضروب يعني ما خلى فيها ما يتشاف. ومشى يبلغ بانها غرقت في حمام البيت. شوف هذا الغباء ديال هذا الشخص ولا هذا القلب اللي عند هذا الشخص. المهم تم استياق مركز الشرطه، واثناء التحقيق ولا تقرير الطبيب الشرعي كيبين يعني كيف قال لهم الطبيب الشرعي يعني الموت كان لها ارحم، لان تبين بانها 5 ايام ما دخلت لمعدتها والو، ما كلات ما شربت حتى شي حاجه، وتبين بان عينيها مخلوعين 3 اسابيع قبل من الموت ديالها. يعني كيف قال الموت كان رحمه لهاد الفتاه. المهم هيئه المحلفين ما خذتش معها ساعه، لان بسبب الصور اللي شافوا يعني التحقيق اللي قراو كيعتبروها ابشع جريمه وحشيه يعني في تاريخ المملكه المتحده. هنا كتحكم عليه المحكمه بالمؤبد، ويعني عنده حق في الخروج من بعد 25 سنه الى كان عنده شي حق. يعني قصه كيلي قصه مؤلمه. واش غنستافدوا من هذه القصه؟ هو يعني ما كاينش الميزان، ما كاينش يعني العبره من هذه القصه. احنا شفنا ما كاينش التكافؤ، وراحت ضحيه الحب هذه الفتاه
اللي وصل بها لهاد الحالة. نطلبوا من الله تعجبكم هاد القصة ونستفدوا منها جميع، وحتى القصة الجاية. استودعكم الله، والسلام عليكم.